This is a good game, isn't it? You can't take your eyes off it for a moment. Oh, there's some good football being played out there today. Real buzz about this match. Sometimes football surprises you, and I must admit this is a much better game than French appeal for a free kick, and they got it. The lovely ebb and flow to the... انا اللي وصلت الاول يا انا 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 اللي وصل الاول انا جاي قبل اصبر انا عندي فكره وش رايكم الناظر كلنا سوا يلا اليوم جايب لكم تطبيق اسمه هادف يشتغل على الايفون وعلى الاندرويد. اول سؤال بيجي في بالكم وش هذا هادف؟ هادف هو منصة اعلامية متكاملة تبث محتوى هادف وجميل ومناسب لجميع افراد الاسرة. طيب بس معليش يا سعود وش مميزات هذا التطبيق؟ التطبيق هذا فيه اكثر من 2500 حلقة من افلام الكرتون، مو بس كذا في حتى برامج جديدة وممتعة ومسلية ومفيدة بنفس الوقت. واللي صدق أعجبني في التطبيق إن فيه بث مباشر لقنوات المجد للأطفال وقناة بسمة وغيرها من القنوات. ومو بس كذا، الاشتراك الواحد يشتغل على 4 أجهزة عندك، يعني يقدر ولدك وبنتك يشوفون معاك باشتراك واحد. وفي ميزة حلوة إنك تقدر ترجع للبرامج اللي فاتتك خلال الأسبوع اللي راح وتشوفها، يعني ما في شيء بيفوتك. لحظة ما خلصنا، تبون الخبر اللي يفرح صدق؟ أول 30 يوم اشتراك مجانا، يعني حمل التطبيق وسجل ولك شهر مجاني. لحظة بعد ما خلصنا معليش، جايب لكم 10 كوبونات خصم اشتراك مجاني لمدة شهر زيادة، فبسوي عليها ان شاء الله سحب على حسابي في السناب شات. تفاصيل التطبيق ورابط تحميل التطبيق راح احط لكم اياه تحت في الوصف. اتمنى من كل قلبي ان كلكم تحملوا التطبيق وتشوفون بنفسكم قد ايش التطبيق هذا مفيد وراح يعجبكم ان شاء الله. تعالوا ها وش نتابع اليوم؟ شوف عندك هذا طيبة. هلا والله، رجعنا لكم اليوم بفلوق جديد. ان شاء الله ان كلكم بخير، لكن للأسف اليوم دحومي تعبان شوي. لكن ان ناويين اليوم نغير شيء في غرفتنا وناويين نسوي كذا شغلة، لكن لازم دحومي معنا صراحة. لكن الحين بنروح نشتري من المشتل بعض الشتلات وبعض الزرع عشان نحطه في غرفتنا ان شاء الله. بعدها بنرجع وبنشوف دحومي وبنتأكد انه بخير عشان يصور معنا في هذا الفلوق. فالحين ان شاء الله طالعين للمشتل، فتعالوا معنا نشوف. طبعا وصلنا المشتل والحين ان شاء الله بنشتري ايش؟ هذه شجر داخلي. شجر داخلي يعني نبتات داخلية في البيت عشان نحطه في غرفتنا. يلا طيب ها مش ناخذ اي نبتة؟ انا جبني هذه بس. ها؟ هذه صحراوية. هذه ما اللي تجرح ذي ولا وش؟ خلي بالك في شوك. اوه. ها وش اخذنا؟ هذه الثنتين حلوة. هذه واحدة حلوة شكلها، هذه شوف الديكور حقها. هذه جامدة. قلب ها؟ ها؟ اخذنا النبتة يا اخي. الشيء الاخضر او النبات بشكل عام اذا حطيته في البيت والله يعطي شيء مختلف. يعطي شكل غير، شكل حلو. فهذه النبتتين ان شاء الله بنحطها في غرفتنا، طبعا بنوريكم لان بنغير الجدار اللي في الغرفه ذاك. تذكرون الجدار الفاضي بنحط فيه الصور واضاءه وحركات بتشوفون بعد شوي. لكن وين سعد؟ سعد طبعا بحكم ان دحوم يا اخوي تعبان شوي اليوم، بعد ما شرينا النبته بنروح نشتري له ورد وبندخل عليه ان شاء الله. بس قبل ما نعطيه الورد بنتاكد انه بخير، لاني ما ودي اصور بدونه صراحه. بنفس الوقت ودي انه يكون بخير عشان نقدر نصور يعني ويجي معنا. فالحين بنروح نشتري له ورد ان شاء الله، بعدين بنروح نعطيه بخار ودواء عشان تصير حالته احسن ويصور معنا. ها دحوم. هلا. الحمد لله السلامة. طيب شو اخبارك الحين؟ طيب الحمد لله. طيب احسن من امس؟ يلا جايبين لك شيء. الحمد لله السلامة. الحمد لله السلامة. جيبه. جايبين لك شيء وش تتوقع؟ عطى جايبين لك ورد. ما تشوف شر يا الغالي، ما تشوف شر. ايش ذا؟ ما عاد فيش فيك ها؟ اصبر الحين ان شاء الله نعطيك الدواء والبخار وتصير احسن. يلا اعطيني الدواء. يلا الحين نشفى الدواء عشان تصير احسن ان شاء الله. اسلم الورد. يلا حلو. يلا خذ. السلام عليكم.
بعد البخار ننتظر بس ساعة إن شاء الله ساعتين لين تصير أحسن بعدين نصور مع بعض فلوج نكمل فلوج إن شاء الله. طيب قبل شوي وصلنا الغرفة طبعا هذا هو إيش؟ جدار الفاضي. هذا الجدار الفاضي اللي بنضبطه إن شاء الله بنحط فيه صور وبنحط فيه لمبات وبنحط فيه إيش؟ الدرع. الدروع أربع ثلاث دروع عندنا. إن شاء الله جرام. وش اللي معك؟ هذا اسمه رف عشان نحطه. أوكي بنحط رف هنا ونحط عليه الدرع صح؟ إيه. سلام عليك. فان شاء الله بنضبط هذا الشيء بس ناقصنا وش؟ ناقصنا لمبات وناقصنا وش والله ناقصنا شو اسمه نطبع صورنا نطبعها باقي الطباعه وناقصنا بعد المشابك هذه عشان نعيد الصور على اللمبات. الله عليك. فطيب الحين ليش ما نروح نطبع فيما نجيب نروح بعدين نشتري اللمبه يلا مشينا. طيب الحين بنطبع ان شاء الله الصور هذه اول صوره بنطبعها. وش الصوره؟ اصبر خلينا نشوف صوره الدحومي. صوره الدحومي يلا طبع. هذه الصورة الحين الله 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 من هذا من هذا من هذا سلام عليك ورمهم رهيب الصورة إن شاء الله كل الصور اللي بنطبعها بنعلقها هنا. طيب الحين طبعنا كل الصور هذه كل الصور شوف الله 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 أحجام مختلفة هنا شوف حلو بالطول هنا بالعرض حلو الله هذه حلوة الصورة هذه هاي في دبي حلوة الله الله طبعا كل الصور هذه من تصوير شكرا حبيبي. طبعا بنعلق كل هذه ان شاء الله الصور هنا مع اللمبات بتشوفون شكله بيطلع حلو مع الدرع مع يا اخي حركات يا اخي سم مشاركه من عبد الله طيب الحين ان شاء الله منطلقين وراح نشتري الاضاءه وبنشتري بعد وش المشابك المشابك مش بعد وبس بنشتري سلحفاه سلحفاه وسمكه وسمك نشوف بنروح المحل حق الحيوانات ونشوف شو نشتري بس اول شيء ها كيفك الحين طيب طيب عشان نتاكد انك بخير قل لي شو اسمه الشيك الشيك طيب يلا الحين ان شاء الله بنروح نشتري الاضاءه وبنشتري السلحفاه للدحوم لعبد الله وصلنا المحل الحيوانات الحين بوريك ها نشتري كناري خوي اللي عندنا ها هذا لي هذا الكناري لا والله شوف هذا ما شاء الله شوف شوف شكله كيف اوه شوف الذيل بس ابوي وين وصلنا للسلحفاه ايوه شوف هذه صغيره مره هذه صغيره مره شوفها هذه مائيه يمكن بس تكون وشلون مائيه يعني فيه بر مائيه ايوه فيه ايوه مائيه ايوه صح عليك هذا بر مائيه هذا شوف فوق وتحت شوف الارنب ها قاعد يشرب شوكولاته طبعا قررنا ناخذ اربع سلاحف طبعا قررنا ناخذ السلحفاه والحين جايين يجهزونا خلنا نوريكم القفص ها ناخذ سمك ولا لا؟ سمك ها تشوفين؟ ليه وش تبي اي واحدة ايش اسمك؟ انا ابي هذه ايش سلطوطة هذه ابي يا ابوي دحوم تبي سمكة ولا سلحفاة؟ احنا اخذنا اربع سلاحف الحين يعني صار بينهم ايوه سلحفاة اما ذي السمكة ذي شكله معصب عنده دوام والاختبارات ولا شيء نفس اختبارات يا ابوي يلا اختبار رياضيات ها شرينا سلاحف لا 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 شوف ذي يا ابوي وش بتسمي حقك؟ ممكن اسميه يمكن تسميه؟ يكتبون يكتبون اوف 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 اربع يعني يكتبون في التعليقات اربع اسماء بس شوفوا يكتبون يقولون سعد اسمه مثلا مثلا بس لازم يكون اسم مكرر واسم حلو اسم مكرر وحلو ها طبعا قبل شوي طلعنا من المحل معنا الاكل حق السلاحف ومعنا وينهم جيبهم قرب 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 لا لا طبعا انا تعمدت اني اشتري صغار عشان يكبرون عندنا لاني لو شريت كبيره صعب تتحكم فيها وصعب تحطها في الغرفه فقلت اشتري صغار وعشان نحطهم منظر ونعطيهم اكل كل يوم ويكبرون وتشوفون الحين وين بنحطهم اخواننا اخوان اربعة هم ولا اربعة؟ يعني دقيقة انا عندي اخو وسعد عنده اخو وسعود عنده اخو وعبد الله عنده اخو ممتاز ممتاز كفك طبعا قبل شوي الحمد لله وصلنا البيت شرينا طبعا الاضاءة هذه اللي راح نحطها على الجدار شرينا ثنتين وهذه السلاحف زي ما تشوفون اربعة كل واحد وحدة وان شاء الله انها تكبر معنا راح نشوف لها مكان حلو مناسب في الغرفه ونحطها ان شاء الله فالحين بنثبت الكاميرا وبنظبط الجدار وبنسرع لكم يعني عشان تشوفون كيف كان قبل وكيف صار بعد يلا يلا سعد بسم الله
الحمد لله اخيرا خلصنا من الجدار. والله شوف كيف طلع شكله ما شاء الله رهيب. زي ما تشوفون هنا درع 100,000، هنا درع 1,000,000، وهنا درع 100,000 الثاني. هنا صورنا، شوفوا هذه الصور، صورة دحوم هذه في الهند، هذه صورتنا الله، هذه برضه في الهند، هذه اتوقع في دبي. زي ما تشوفون حتى فوق في صور على اليسار، هذه صورة عبد الله. الله والله يهنيكم على الشغل يا شباب، كفكم يا شباب، كفكم يا شباب. الله الله. اي شخص عنده صورة حلوة لنا او قد رسمنا او انه ناوي يرسمنا او شيء يرسلها لي على الانستغرام دايركت، على الانستغرام حقي، عشان نعلقها على هذا الجدار ان شاء الله. ها كيف الجدار؟ الحمد لله شغل ممتاز، شغل مضبوط هذا. ها الله يهنيكم يا اخي. طبعا بعد ما خلصنا الجدار الرهيب هذا لازم نحط له اسم يا اخي. وش نحط له اسم؟ الجدار. جدار، شوف عندي فكرة. ها هم يرسلون لك اسم، مثلا اسم الجدار اخوان سعودي كذا. اه حلو حلو، يبيلنا. ها انا بسميه جدار السعادة. السعادة وانت؟ اسميه جدار النور. لا جدار النور. طيب الحين ايش عندنا عبد الله؟ عندنا السلاحف. السلاحف اللي بنحط لهم هنا المكان، ايش رايك؟ والله نظبط لكم مكان عشان يعني يكون واضح. صح، يلا تقدر تطول. الله عليك، بس وش وش وش. ايوه بكذا نقول الحمد لله حطينا لهم مكان وزبطنا هذا الجدار. لا 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 لا. خلاص الحين الغرفه اكتملت. اكتملت ها؟ اكتملت. بس ناقصين المتابعين. الله تعبان. وبنسوي ان شاء الله فيديو يسألني على قناتنا الثانية اللي هي سعود برادرز، عشان كذا اذا عندكم اسئلة تعالوا على اخر صورة في الانستغرام حقي واكتبوا اسئلتكم، ننتظر اسئلتكم عشان نجاوب عليها في مقطع خاص اسمه اسألني. طبعا الى هنا وصلنا نهاية الفلوق، الفلوق كان هذا بسيط، ابغى منكم طلب واحد، بيطلع لكم مقطع هنا اضغطوا عليه بيوديكم قناتنا الثالثة، فيها سنابات لنا وفيه البث المباشر. اتمنى الكل يشترك، هناك وصلنا 50,000 وباقي بس 50,000 نوصل 100,000 يصير عندنا درع رابع. ولا تنسوا تضغطون الدائرة اللي تحتها عشان تشتركون في القناة. نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي. لحظة لا تنسوا، لحظة لا تنسون اللايك، اللايك. يلا و مع السلامة. لا لا انا ايه ودان الى اللقاء.